هل سماع الغناء كبيرة من كبائر الذنوب أو من صغائرها؟ سماع الأغاني محرم، محرم. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم يتخذها هزوا. ولهو الحديث هو الغناء كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة، أن لهو الحديث هو الغناء. وكذلك في صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري لأن قوما في آخر الزمان يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير. يستحلون الحرى يعني الزنا، الحرى هو الفرج، والحرير معروف حرام على الرجال يلبسه ناس في آخر الزمان، والخمر معروف، والمعازف آلات اللهو، آلات اللهو من الموسيقى والطبول والمزامير فالغنى وأدواته محرم، محرم سماع الغنى ومحرم سماع المعازف والمزامير. وهذا الوعيد أن الله يخسف بهم يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لا سيما وأنه قرنه مع كبائر، قرنه مع الزنا مع شرب الخمر، وهذه كبائر، دل على أنه كبيرة. نعم.